ولما تأكلها تعيش إلى الأبد بدون أمراض. ها؟ صدق، بيكون أجمل يوم دراسي لنا. يمكن يا سعد. هي هذه الحلوى الغريبة يا أسامة؟ يجب ألا نصدق كل ما يقال أحياناً. مد يدك يا بطل. لا تخافش يا شاطر، هي ما توجعش. أنا مش خايف. ده سعدون اللي صاح. ما أظن أنه أنت اللي صيحت وصرخت يا سعدون. لا مش أنا. أنت بتبكي. لا سعدون ما يبكيش. الإبرة بتوجع يا سعدون؟ شوية بس. اللي بعده. الإبرة وجعت صاحبك لأنه كان يتحرك كثير. أنت خليك هادئ ومرتاح وجيب لي يدك وما بتحس بأي وجع أو ألم يا بطل. خلاص كملنا. ها؟ صدق؟ هاي من اليوم بكون قوي، من اليوم بكون قوي. أنا طيب، وينك يا ماما؟ تعالي بسرعة وإلا بجلس أبكي. ها؟ فرح؟ إيش اللي أخر فرح؟ انتبه لهذا الطفل لما أرجع يا أسامة. انتبه لهذا الطفل لما أرجع يا أسامة. مش موجودة في فصلها.